في مقولة للملك عبد الله طيب الله ثراه أن الموهبة دون اهتمام أو رعاية أشبه ما تكون بالنبتة دون السقيا والاهتمام. وموهبة كانت هي منبع الاهتمام والرعاية والنقطة اللي اكتشفت فيها موهبتي التي لم أكن مدركة لها. أحد البرامج التي شاركت فيها مع موهبة هو برنامج التميز للتقديم على الجامعات الأمريكية المرموقة، واللي من خلاله تعلمنا على آلية ومعايير القبول في الجامعات الأمريكية المصنفة ضمن أفضل 100 جامعة حول العالم. أحد أهم الأشياء اللي تعلمتها من برنامج التميز أنه القبول في الجامعات الأمريكية المرموقة يتطلب أكثر من المعايير الأكاديمية أو العلامات، فساعدنا أيضاً على تطوير سيرتنا الذاتية وتطوير مهاراتنا الشخصية. رسالتي لزملائي الراغبين بالدراسة في الجامعات الأمريكية المرموقة، بادروا بالتسجيل في برنامج التميز لأنه هو الوسيلة الأمثل للقبول في الجامعات العالمية.